تابع مشاهدينا معالي ياسين المتعدد المواهب من الصحافة إلى تصميم الأزياء وأيضا عرض الأزياء. مثال الشاب اللبناني الموهوب والطموح، حلمه من الصغر انه يصير مصمم وعارض ازياء مشهور، لكن علي ياسين قدر انه يحقق اكثر من هيك، فاصبح صحافي مصمم ازياء وفجر موهبته كعارض ازياء ايضا. بلشت من انا وصغير از فاشن ديزاينر، كثير بحبها لهيدي الموهبه. من انا وصغير يعني بحب ماما كانت تجيب لي قماش خيطهم اعملها فساتين خصوصي لها، سو لقيت انه انا كثير بحب هيدا الدومين. بس يلي صار انه على كبر اخذت سكولرشيب بجامعتي، فقررت اني ادرس صحافه لانه كل شيء ريليتد للاضواء، كل شيء ريليتد للشهره كثير بحب كون فيه. مهنتي المستقبليه هن رح يكونوا ثلاثه: فاشن ديزاينر، موديل، وجورناليست. وانا مصمم على اني حققهم ثلاثتهم وكمان حقق انجازات كثير كبيره بكل وحده منهم واوصل للعالميه من وراهم ان شاء الله. موديلينج هي ما بدها دراسه، اكثر شيء بطلع اونلاين بشوف الستبس كيف بيقدر، كيف عروضات الازياء العالميه او بتطلع عليهم وبشوف من خلالهم كل شيء ملاحظات. دائما بحب اهتم بجسمي خصوصا انا اشقر، وعندنا بلبنان في علي في عتب هيك صغير انه دائما بيروحوا للشكل العربي. قدر انه يحقق الكثير بفضل امه يلي شجعته على موهبته، فرغم صغر سنه قدر يقدم الكثير من الفساتين يلي صممها بنفسه. كل شيء دراسز عم بعملهم من اول ما بلشت، يعني من عمر ال 14 سنه تقريبا. هلا انا مبلش من قبل من انا واصغر، بس من ال 14 سنه بلشت اعمل دراسز. هولي عم بعرضهم ببوتيك لويس نيكولا بصيدا علمان. فعن جد الكل الأشخاص اللي حابين يروحوا يشوفوا كل فستان أنا عامله بيقدروا يروحوا لهونيك وياخدوا كل شيء تفاصيل.